يا اهلا بيكم عوده من جديد بحلقتنا النهارده واولى فقراتنا الحواريه في 10 الصبح في الاهلي. الفقره اللي زي ما قلنا لكم في مقدمه الحلقه النهارده هنتكلم من خلالها عن اليوجا وعن دور اليوجا في الصحة النفسية للإنسان، إزاي الواحد مننا يقدر يعمل تدريبات التأمل وتدريبات تقليل التوتر والضغط العصبي والاسترخاء. دي النقطة اللي كانت نهاوند بتتكلم فيها، وهي فعلا نقطة أعتقد إن مفيش حد فينا مستغني عنها، كلنا في أمس الحاجة ليها. طبعا كمان بالنسبة للرياضيين قبل يعني قبل المباريات أو البطولات المهمة، اليوجا هي كمان بتكون في منتهى الأهمية. هنتكلم في ده كله مع غادة المراكبي، مدربة اليوجا العلاجية اللي منورانا بوجودها معانا في حلقة النهاردة. صباح الفل عليك. صباح الجمال، ازيكم؟ صباح الجمال نورانا. وفي استفسارات كتيرة لأن في مفاهيم مغلوطة عندنا كتير قوي يعني موجودة، ولو رحت سألت أي حد يقول لك لا اليوجا، يعني مش كل الناس طبعا بس المفهوم الدارج، يقول لك اليوجا لا دي ولا حاجة، بتعملش حاجة، إيه يفضل قاعد كده وتقول لي إن هي مفيدة، ويقول لك لا دي مملة جدا. يعني المفاهيم دي خلينا نبدأ بيها نصلحها، بعد كده نخش بقى نفهم أكتر إزاي ممكن أصلا اليوجا تساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية وغيره. أول حاجة صباح الخير. صباح الفل. دلوقتي أهم حاجة لازم نعرفها عن اليوجا، هي بتشتغل على ايه؟ هي مش بس بتشتغل على الجسم، لا احنا بنشتغل على الجهاز العصبي كله. فالجهاز العصبي من كتر ما احنا بقينا بنجري في العصر اللي احنا فيه ده دلوقتي، نجري طول الوقت وبنتحرك طول الوقت، والناس لما تيجي تلعب رياضه بتلعب رياضه عنيفه ويروحوا الجيم ويشيلوا ويجروا، كل ده مهم طبعا. بس كل ده بيخش في الجهاز العصبي في حته تانية خالص، بيخش في الجهاز العصبي ان هو بيزود اللود على النفس زياده. يعني الجهاز العصبي مكون ستريس زياده. الجهاز العصبي مكون من حاجتين، حاجه اسمها سمباثاتيك وباراسمباثاتيك، اللي هو الجهاز اللي هو مسؤول، الجزء في الجهاز المسؤول عن الراحه النفسيه، واللي هو ان انا اهدى واخد نفس وريلاكس. وجهاز النص التاني من الجهاز العصبي اللي هو مسؤول عن ان انا لازم اخد خطوه وحاجه بتهجم عليا لازم اجري، ده اللي هو السمباثاتيك. من كتر ما احنا بقينا بنجري طول الوقت، وحتى لما بنرتاح بنمسك الموبايل ونبص، فالمخ برضو شغال. نصحى من النوم الصبح نبص، نصحى في نص الليل نبص، المخ ما بيفصلش، ما بيروحش للجهاز العصبي الحته اللي احنا لازم نروح لها كل شويه، وهي السمباثاتيك، بنسميها ريست اند دايجست، ان ارتاح واهضم. الجهاز العصبي الثاني مع سرعه رتم الحياه بنا على طول هو في الكوبس، فالجهاز العصبي ما بقاش بيفصل. كمان لما بروح العب رياضه عنيفه زياده برضو لسه بخش بالجهاز العصبي في الحته برضو اللي هي سمباثاتيك، لو ادرينالين طالع. انا فاكره ان الالعاب اللي هي فيها قوه او عنف دي بتعمل ريليف او بتطلع، ممكن تطلع زي ما تقولي مطلع الفراستريشن، مطلع الغضب والعصبيه بنطلعها في حاجه، بس لازم نعمل بالانس زي ما انا بجهز يعني. بالظبط، مش كده بقول لك هي مهمه برضو، بس هي بتخليني افضل بالجهاز العصبي في جزء ده تاني. أيوة. طب انا عايزه كل شويه اشد الكوبس، فلازم اخش بالجهاز العصبي اللي ربنا خلقه النص التاني اللي هو بنسميه اني اريح. فاريح الجهاز العصبي ازاي؟ الجهاز العصبي عشان يخش اللي هو الباراسمباثاتيك اللي هو ريست اند دايجست، وابتدي اريست واهضم وابتدي اريح الموضوع ده، محتاج اعمل تمارين تنفس وتمارين تامل. ايوه التنفس كذا حد فعلا اتكلم عنه، حتى مدربين اللياقه لما كانوا بيبقوا معانا، لك التنفس اصل اي يعني اصل كل شيء، حتى في التمارين عشان الأساس. تتمرن صح وتعرف ما تتعبش في التمرين، في اسلوب معين او تكنيك معين للتنفس. هو كل ما هتلاقي نفسك بتتمرني وعايز تمرين يومي، زي ما انا بقفل الكمبيوتر واعمل له ريتشارج، انا محتاجه اقفل الجهاز العصبي فتره معينه من اليوم واعمل ريتشارج. هيحصل ايه للجهاز العصبي لو انا فضلت طول الوقت في الحته اللي هي اجري وستريس وكل ده الادرينالين والكورتيزول قاعد بيتفرز في الجسم؟ حتى تلاقوا مع الوقت ايدينا بتعمل كده، خلاص هو الجسم كله اندر ستريس. صح، لو انا فضلت في الجزء ده كتير جدا بيحصل مشاكل تانية وتقلب مشاكل نفسيه. بمعنى ايه؟ النوم هيقل، هيبتدي السكر يتفرز كتير في الدم، هيبتدي القلب بينبض كتير دم عشان كده الضغط بيعلى، هيبتدي ابتدي مش ما بهضمش، انا مش وقت هضم، ده وقت ان انا اخد اكشن وابتدي اتصرف. انا محتاج اهدي ده، فاه مهم العب رياضه، بس محتاج ابالانس مع الرياضه حاجه تكون خفيفه، يعني حاجه ديورينج اليوم او خلال اليوم محتاج اقعد اخد نفس او اتامل. التامل ازاي؟ على ذكر النفس كمان غير يعني برضو اكيد حابين نعرف منك التامل بيحصل ازاي، وخصوصا وان الواحد بيبقى فيه هموم على كتافك والتزامات وديون ومواعيد وانت عارفه، فاهم ازاي؟ فنوصل لمرحله التامل دي اصلا في وسط الدنيا اللي والعب بجاز حوالينا دي، واحد نوصل لها ازاي؟ وبرضو على ذكر التنفس عايزينك تعرفينا ازاي نمرن نفسنا بالظبط على تمارين التنفس.
مبدئيا هو احنا لازم زي ما بنمرن الجسم نمرن الجهاز العصبي، زي ما انا بحط وقت اني اروح الجيم او العب رياضه، وقت اني اشتغل، وقت اني اكل، محتاجه احط وقت اني اتنفس، وقت اني انزل بالجهاز العصبي واريحه شويه. اوكي، فهعمل ده ازاي؟ لازم اعمل روتين يومي ليا، والروتين اليومي ده هنزوده بالوقت، هيبقى مره الصبح مره خلال اليوم. اوكي، او لو انا ما بنامش كويس بالليل يبقى قبل ما انام، لان مستحيل ابقى انا الجهاز العصبي بتاعي على طول في الفايت اور فلايت، اني اواجه او اجري على طول، فالكورتيزول والادرينالين في دمي طول اليوم، واجي مره واحده اشد كبسه واقول طب انا داخل انام بقى هنام. صح، انا كمان مخي متعود يفكر، بنسميه المونكي مايند في اليوجا، يعني المونكي مايند ايه اللي هو القرد اللي هو بينط في دماغي من فكره لفكره لفكره لفكره، لدرجه واحنا نايمين وصلنا احنا بنفكر واحنا نايمين. مش ساعات بتصحوا الصبح جسمكم قاصه كانكم ما نمتوش؟ احنا عايزين وصفه ما نفكرش لو في المونكي مايند. انت اوقات والله محتاجينها. لا لا هو ده صح، هو لعلمك صح، بس لازم الاقي تول اداه استخدمها عشان اوقف المخ. فنوقف المخ بالظبط. فالمونكي ازاي بقى القرد بنوقفه ازاي؟ بتديله مزايا. ايه المزايا اللي أيوة. انا هديها للقرد اللي في مخي جوه؟ ايوه النفس. لازم اشغل المخ. عارف الطفل الصغير لما اجي اقول له ايه، بص هنا بص، عايزه ديستراكت، عايزه ديستراكت المخ، شتتيه. فلازم اشتته بحاجه وعوده عليها عشان اتعود اني لما الاقي نفسي خلاص ديبليتد ومش قادر، كل اعصابي او وصلت لدرجه الفاتيج، فاتيج الارهاق الشديد وكلنا بنوصل له دلوقتي، محتاج اديله حاجه. هتلاقي نفسك اوتوماتيكلي بانك بقى انا مرانه، هتلاقي اوتوماتيكلي انا بروح لحته بقيت نفسي بعمل كده. ايوه نوصل لها ازاي دي بقى يا ست الكل؟ عشان ده حلم بالنسبه لناس كتير. طيب. اول حاجه هديستراكت بحاجه اسمها يا تامل يا نفس، هدي حاجه وحاجه. اوكي، التامل الاول. يعني ايه تامل؟ تامل مش بس ان انا اقعد ابص كده للحاجه وانا متامله واقعد كده زي فيلم احمد رمزي زمان. طبعا لا هو عائله ديدي. فلازم اعوده ان هو اديله حاجه. مثلا هديكم مثلا دلوقتي، لو احنا غمضنا عينينا دلوقتي وفكرت في اكتر حاجه حصلت لي ستريس في الكام يوم اللي فاتوا، هيحصل ايه في نفسي وفي جسمي؟ تلاقي نفسك بتشد، نفس بقى قصير بقى هنا، ما بقاش بيروح للبطن، وعضلات عضلات الجسم كلها مشدوده. طيب لو انا غمضت عيني وفكرت في اكتر مكان بحبه بروح اقعد فيه، او اكتر على اكله، بلاش اكل بقى خلاص في 30 صبح اللي هو نتامل في صينيه محشي باللحمه المفرومه كل واحد واللي بيهديه بقى. لا هو اكشلي الاكل الصحي برضو بيساعد على الصحه النفسيه. انا لو هاخد سكريات كتير هيفضل السكر في دم يطلع وينزل فيعمل لي مود سوينجز، يعني المود بتاعي يبقى اصفي. فعايزه افكر في مثلا لو حد، ناس تحب البحر، ناس تحب الخضره، ناس تحب الجبل. أوكي. هنقعد، واهم حاجه ان نقعد فاردين الظهر. اوكي، ما اسندش راسي عشان ما نمش، بس خلي دايما ودني فوق كتفي، دايما كتفي شايل راسي، اتقل حاجه في جسمي. اوكي، ونسند ظهرنا ونتنفس، نقعد نفكر في المكان ده، في اللون بتاعه، في الاصوات اللي فيه، العصافير، في كاني رحت المكان ده. اكشلي لما بعمل التمرين ده في اي حته، لما يعني بروح مثلا شركات ان احنا بنمرن الناس ازاي يفصلوا خلال اليوم، اول ما بنعملها هم كلهم بتلاقي وش ابتدى يرخي، وتلاقي ده بنقول ايه، بنقرا الوش، عامل تلاقي في ابتسامه على الوش. جربوها كده، اول ما احس اني ستريسد قوي ومش قادر اغمض عيني انا بعديك على طول، جرب بعديك عشان تشوف هي هتروح اي بلد. نفسك في المكان ده هتلاقي نفسك بتهدى جامد جدا. انا هتخيل اني في باريس، ده بنسميه مثلا جدا. لا بس من غير شوب، يعني لو في كريدت كارد يبقى كويس. ما علينا، خلينا دايما في الطبيعه، ان الطبيعه دايما تعمل هيلينج، بتشفي. بس اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده يبدو سهل، لكن في حقيقه الامر من كتر ما الواحد دماغه محمله بافكار ومشاكل. هنا بقى بنقول حاجه لذيذه قوي في اليوجا. ايه بقى؟ وفي اليوجا في العصافير بالذات احنا بنقول ايه، تخيل نفسك قاعد على البحر وفي مركب جايه، وانت مبسوط قوي بالمنظر وقاعد تتفرج على البحر. أوكي. مره واحده جت المركب، تركب المركب، تقول بس انا كنت مبسوط على البحر، هرجع تاني، ترجع تاني، تيجي المركب تركب، وهكذا. باي تايم مع الوقت مش هتركب المركب وهي افكارك، يعني هتلاقي نفسك قاعد، فكره بتيجي فبتسرح، بعدين افتكر تاني ارجع، بعدين هسرع. مع الوقت هتلاقي نفسك في الخمس دقايق، انت الاربع دقايق او الاربع دقايق اللي احنا قاعدين بنفيجواليز او بنشوف فيها المنظر الطبيعي ده قلت جدا. هنا بمرن المخ على التركيز كمان. انا عندي سؤال معلش، هو اصلا ليه البني ادم ممكن يبقى قاعد فعلا في امان الله فجاه لازم تقوم داخله عليه افكار اللي هي الحاجات اللي بتوتره، المشاكل اللي عنده؟ اصلا ليه ده بيحصل؟ طبيعه البني ادمين كده، يعني هو انا اللي لازم اتعلم، لازم اتعلم ازاي
اسوق دماغي مش هي اللي بتسوقني. انا وقفت بعمل ايه؟ اروح من فكره لفكره. انا وقفت بعمل حوار مع النفس يعني بجد والله ده مهم جدا. ده مهم جدا والله. هو انك تعملي حوار مع نفسك ده عادي، لكن لو نفسك ردت عليكي هنا في مشكله. لا حلوه تروحي الدكتور. هقول لك والله بعمل هنا تعرفي دي حاجه مش يعني بعمل ايه. انا مثلا قاعده عادي او خارجه وات ايفر، جت حاجه من المشاكل مثلا بتضايقني، فبكلم نفسي بقول معلش مره ثانيه ان شاء الله نبقى نشوفها. لانك ده والله صح يعني هنشوفها بعدين واكمل ومركز وبتروح. واكشلي هو ده الهدف من المديتيشن يوصل له، ان انا لما اهدى جدا تبتدي الافكار. يعني تخيل لو انت اعصابك تعبانه قوي وستريسد واعمل كل، هل تقدر تطلع قرار سوي؟ لا طبعا، لان هو ولا اصلا ولا غضبان مثلا، لو ان هو ساينتفكلي هو علميا ان انت اول ما تبقى اندر ستريس بيحصل شات داون للاناليتيكال مايند، الحته اللي هي بتحلل والتفكير والكلام ده بيشات داون، ما فيش وقت افكر. هو بيبتدي الايموشنال مايند اللي في النص، ده جزء المخ وده الفرونت وده الايموشنال، بيبتدي هو خد اكشن سريع ريفلكس اكشن. مش العربيه هتخبطني فانا بفكر لا، هو كله بيشات داون وبيروح للحته اللي انا محتاجها ضروري. يعني ده وقت هضم؟ لا، يعني الهضم هيقف. ده وقت تفكير وتحليل؟ لا. فهنا ايه اللي محتاج؟ محتاج الدم فين؟ محتاج دم في العضلات ان ياخد اكشن بسرعه، ومحتاج السكر الجلوكوز يتفرز في الدم اكتر، ادرينالين بقى يبتدي يتفرز ويساعد الجلوكوز انه يتفرز في الدم، علشان انا محتاج سكر عشان اجري، محتاج طاقه. متخيلين بقى ان احنا ده بيتفرز طول الوقت، عشان كده امراض السكر بتيجي، عشان كده القلب بينبض كتير، فعدد القلب وتريد الضغط يعلى. هل اللي حضرتك بتقولي عليه ده بيحتاج او يستدعي ان الواحد يعمل عمليه تاهيل قبل ما يدخل في التفاصيل اللي بتتكلم عليها، سواء بالنسبه لتمارين النفس او الاسترخاء؟ لان الناس برضو كتير مش متعوده على النوع ده من اللايف ستايل او حتى التمارين. طب خلينا نربط اللي احنا قلناه ببعض. يعني لو احنا صحينا الصبح وحسينا ان جسمنا كله تعبان، كاني ما دخلتش في الديب سليب، ان المخ مع الوقت من كتر ما هو شغال بيفضل البرين ويفز بتاعتي بتفضل فوق في البيتا في التركيز الجامد قوي، عشان اوصل مره واحده للدلتا اللي هو اخر برين ويف لاخر الويفز بتاعت المخ دي انها تفصل تماما، ما كناش بنوصل لها بسهوله. اوكي، عشان اوصل لكده محتاج لازم امرن وما استهنش بالكلام ده. يعني محتاج الصبح اصحى اقعد ريلاكس، اخد قبل ما انط من السرير واجري اصحى 5 دقايق بدري، بس اقعد اخد نفس عميق جدا عشان اخد النفس كويس. ما ينفعش ابقى قاعد اعمل كده قافل على الرئه وراسي لقدام، لازم افتح ادي مساحه للرئه بتاعتي وابتدي اركز كل تفكير. استفدنا بقى في محتاجين الموزه اللي نشغل بيها الدماغ. فهنا ممكن حاجتين قلنا، يا الفيجواليزيشن، تخيل نفسي في مكان حلو. خلي ده الفيجواليزيشن دي بعمله لما الاقي نفسي خلال اليوم دخلت في ضغط عصبي جامد وابتدى يجي لي اكتئاب ومخنوق، احاول اروح المكان بتاعي ده. اوكي، الصبح اللي انا عايز تمرين احنا نعمله ان انا بتعلم اتنفس للبطن، دايما البطن تطلع واحنا بناخد النفس مش العكس. يعني لو حطينا ايدينا على بطننا ليه البطن لازم تطلع لبره؟ استمر يا كريم. بتطلع يا اختي، اتضح انها ليه لازم البطن تطلع لبره؟ الحجاب الحاجز بينزل لتحت فيزق البطن لبره فيدي مساحه للرئه. بس بطلع على كام؟ يعني مش بتبقى ما هنا بقى. برافو عليك، سؤال بقى هايل. ليه؟ لان عايزه هنا هدي بقى هنا المزايا للمخ اني هعد النفس وهو داخل وهو طالع. فلو سرحت العد هيتلخبط، فلو عديت في 3 مثلا دخلت النفس في 3 عدات، وحاول اطلعه في 6 عدات، يعني اطلعه بالراحه جدا ومن المناخير مش من البق، عشان عايز النفس يطلع بالراحه من المناخير، انفتحت المناخير ضيقه. ولو اتنفست وطلعت من بقي كده يجي لي حاجه اسمها هايبر فنتيليشن، ابتدي ادوخ والاكسجين مره واحده حصل له بوستنج جامد. احنا مش عايز اعمل كده، عايز ادخل مناخيري بالراحه واطلع بالراحه. ودايما في اليوجا في العصر بيقولوا جيف مور ذان وي تيك، بدي اكتر ما باخد، فباخد نفس في 3 ادي اكتر في 6 عدات. فهنا لو قعدت اعد في 3 واطلع في 6 هل هتقدر تسرح؟ لا، لان انا مركز في اللي بعمله ده، في العد. هنا بقى هنا الموزه اللي اديتها للمونكي مايند بتاع القرد اللي بتنطط جوه. مش معنى قرد وموزه هي كده، عشان دايما هو القرد بتنطط عايز تدي له حاجه. فده انت فعلا مخ، ده تشبيه علمي في اليوجا، لان انت فعلا لو فكرت تلاقي مخك بينط من فكره لفكره لفكره، ابتديتي بفكره ورحتي فكره ثانيه خالص. والناس من كتر الانزايتي، من كتر الاضطراب بقى عندهم اضطراب وقلق جامد، بتبتدي الفكره بتبتدي بتوصلي بيها لحد الموت. هو ده سبب الاكتئاب عند البعض اللي هم الناس الاوفر ثينكرز، يعني اللي بيفكروا كتير قوي. اوفر ثينكر دي اللي هو بيفكروا كتير قوي بقى عرض نفسي دلوقتي. يعني من كتر ما انت بتفكري وابتديتي، وعايزه اقول لك حاجه ان دي من السايد افكتس بتاعت الكورونا. يا يعني كده في ناس كتير قوي بعد ما بتخف بيفضل عندهم الانزايتي.
يعني انا بنتي بتدرس بره لما قبل ما يدوها التطعيم سالوها ايه السايد افكتس، فقالت انزايتي. هم مخصصين ناس يروحوا يكلموا معاهم الانزايتي اللي بعد الكورونا، اصل متخيله واحد هو عنده كورونا هو مش عارف هيعيش ولا لا، طبعا قلقان على ناس حواليه بتموت بسبب اللي هو فيه. صحيح. مش عارف جسمه كله تعبان، مش عارف هيوصل لفين بعد كده، هشتغل بعد كده مش هشتغل بقى. القلق النفسي بسبب الكورونا بقى 90% من الشعب في كل العالم، مش احنا بس على فكره. أيوة. فبقى في اضطراب نفسي زياده. طب انا هتعامل معاه ازاي؟ لازم اشغل ده يا جماعه، ما هو مش هفضل سايبه ينساق وراء افكاري الى ما لا نهايه. صح. انه هيقلب اضطراب نفسي، هو خلاص هو مع هو الانزايتي في الاخر. دي منتشره بشكل على فكره ليتلي، منتشره جدا طبعا. وفي السن الصغير اكتر مننا. صحيح. كمان لان هم احنا مهما كان لسه يعني عشنا، هم مش شايفين فيوتشر، مش شايفين هدف. هم اللي في جامعات مش عارف هيكمل ولا لا، واللي في شغل بيقفل، واللي مسافر بيقفل، واللي بره مش عارف يرجع. انت كل الاضطراب اللي احنا فيه ده، طب انا هعمل ايه؟ مفيش في ايدي حاجه اعملها، مفيش ايدي حاجه اعملها. يبقى اللي في ايدي اعمله اني اهدي جهازي العصبي. طب هو كل ما تزيد الستريسز اللي حوالين الواحد لازم يزود من الوقت اللي هو مديه بيفصل فيه. أوكي. لازم، ملهاش حل. زي بالظبط انت حاطه، زي ما قلت القلب قاعد شغال والجلوكوز قاعد بيتفرز ومفيش. لما قلت بقى لحد كام مره، يعني انا في اخر كلاس اليوجا عندي بخلي الناس بتنام وتفصل خالص، هي دي احسن وقت عند الناس كلها. لان عمرك ما هيبقى عندك وقت وهتقرري افصل وما عملش حاجه اعمل كده. لا، احنا دايما مدين اولويه لاي حاجه في الدنيا غير نفسنا. صحيح. ادي بس اولويه لنفسي ولجسمي ولو 5 دقائق في اليوم. هتلاقي نفسك كاني بعلم المخ، يعني بعد هنا بقى بربط المخ. كل ما هتروح للستريس روح للحته اللي انت بترتاح فيها، فلاقي اوتوماتيكلي بروح لها. كويس. بس في برضه حاجات تانية لازم احنا نغيرها في حياتنا. ما هو ما ينفعش شخص مثلا يبقى مرتبط بشخص الغلط اللي على طول بيحطه تحت ستريس ويقول اصل انا اعمل ايه ظروفي كده، وحد بيشتغل شغلانه مش مبسوط فيها وجايباله الهمه كل يوم ويقول اصل انا ظروفي كده. لازم احنا كمان نساعد نفسنا ان احنا ما نبقاش في ستريس، ما نبقاش تحت ضغوطات، عندنا مشاكل. يعني حاول نحسن برضو حياتنا هو بالإمكانيات اللي نقدر. عندك حق. بس خليني أقول حاجة، كم واحد عنده القدرة أنه يغير اللي هو عايزه؟ أعتقد دايما هو يقول لك قرار. يعني لا، هو يعني قرار. مثلا واحد زي ما بتقولي هو في علاقة مع شخص معين وما عندوش اختيار أن يسيبه راجل أو حد. أنا ليه أبقى مع حد بيضايقني؟ ست ما عندهاش فلوس تروح حتة تانية. مش كل المنطق بيبقى سهل. لا هي بتتكلم كلام منطقي بس تنفيذه صعب. بالظبط. كل حاجه تنفعش. خلينا كمان نقول حاجه، دايما نقول لك حاجه، القلق ايه؟ دايما تقول تبصي للمشكله، اقدر اغيرها؟ غيرها. اقدر اغيرها؟ لا، يبقى ديستراكت نفسك منها. اتغير لها انا بقى اللي اتغير. زي اتغير؟ اغير ده تفكيرنا. ديستراكت، مش قادره اغير الوضع اللي انا فيه، اعمل حاجه تبوست الدوبامين عندي، هرمونات السعاده عندي. طب هل اللي حضرتك بتقوليه ده يعني واضح جدا من خلال سياق كلامك ان هو اكيد ليه انعكاسات ايجابيه على المود العام والحاله النفسيه والمزاجيه؟ ده اكيد. طب هل كمان بيساعد على حاجه زي مثلا القدره على ترتيب الافكار، القدره على التفكير المنطقي؟ يعني هل النوع ده من الاكسرسايز؟ فاكر لما ابتدينا اول ما ابتديت الكلام قلنا الاناليتيك المايند اللي قدام ده، الفرونتال كورتكس ده بيتفصل تماما لو انا اندر ستريس. اوكي. لان مش وقت افكر، هو وقت اخد اكشن، ودايما بنروح للريفلكس اكشن اللي هو حاجه هتهجم عليا فلازم اجري بسرعه. مش هقعد افكر. طب مش كده بقول دايما اعلم الناس اللي عندي ان انا قبل ما اخد قرار مهم، او قبل ما داخل على اجتماع فيه كله ستريس، او قبل اللي داخلين امتحانات، او اللي نازلين يلعبوا ماتش، او داخل حاجه مهمه، اقعد خد نفس كتير جدا. عشان اعمل ايه بالنفس ده؟ ابتدي الاكسجين يوصل لاطرافي، ابتدي الاكسجين يهدي حاجه اسمها العصب الحائر اللي هو ماشي في كل الاعضاء، كل الاورجنز بتاعتي الحيويه اللي فيها النفس. عشان كده النفس ده بيبقى سريع واحنا عصبيين. ابتدي المعده تهدى، المعده فيها اعصاب اكتر من العمود الفقري، فمحتاج اهدي كل الاعصاب ولو 5 دقائق قبل اي قرار مهم، قبل اي اجتماع. خلال اليوم لو حسيت ان ستريسد قوي، اقعد واسند ظهري واتنفس، اعد في 3 واطلع في 6. لو ناس نفسها عميق رياضيين بيبقى نفسهم اعمق، بياخدوا في 4 ويطلعوا في 8. اقعد اعد واطلع اعد، فايه اللي هيحصل؟ ابتدي الادرينالين يقل، كورتيزون يبتدي يقل في الدم، وابتدي الاكسجين هو اللي يعلى. هل اللي حضرتك بتقوليه ده ممكن يبقى ابليكابل او يعني قابل للتنفيذ
في حته او في ملف العلاقات الانسانيه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا في شخص ما ممكن بيبقى بيتوتر قوي مثلا من مديره، بينزعج لمجرد انه بيشوف مديره. فهل برضو يقدر يعمل نفس التكنيك ده عشان هو كل ما دلوقتي بيتعصب ايه اللي بيحصل؟ انه جهاز عصبي اللي بيبقى شغال الفايت اور فلايت. لو تخيل لو هو فضل عايش في الفايت اور فلايت مع شغلانه هو بيروحها كل يوم، طب هل انا قادر اغير شغلتي؟ لا، ما انا ما عنديش شغلانه تانية. هل اغير مديري؟ او هنا دي قرارات ما اقدرش اغيرها، ما اقدرش اغير مديري، هعمل ايه؟ لازم افصل كل شويه، لازم اخد الجهاز العصبي واروح بيه شويه، لان مع الوقت بيحصل فتيك، كرونيك فتيك. يعني ايه كرونيك فتيك؟ الجسم كله بيبقى فتيك طول الوقت، انت ادرينالين في دمنا طول الوقت، كورتيزول في الدم طول الوقت، فالجسم خلاص مع الوقت. عشان كده كمان احنا عندنا ارهاق معظم الوقت، معك بقى بتنزلي في النص تسوقي في زحمه، مع الموبايلات، مع انك كل الاخبار الوحشه قبل ما تفتحي اي حاجه هي واصله لك خلاص، ما بقاش زي زمان بتفصلي او التليفون في البيت، لا احنا كونكتد طول الوقت. مظبوط. فمعنى كده ان هرمونات الاسترس في جسمك طول الوقت. طب انا عايزه اعمل ايه؟ محتاج اطبطب على جسمي شويه، على الجهاز العصبي شويه، محتاج كل شويه اخده بس للحته الثانيه. حتى واحنا سايقين لو احنا في ستريس والدنيا زحمه ما فيش حاجه هعملها هنا، هعمل ايه؟ اخد نفس واطلع، اخد نفس من مناخيري واطلع. كل اللي انا عايزاني الاقي التول اللي هدي بيها الجهاز العصبي. ديفنتلي مش افكاري. اوكي. يعني ديفنتلي في هذا الوقت مش افكاري، لان افكاري هنا مش هتلحق ميعادك، مش هتلحقي تروحي مش عايزين نعرف مش هعمل اللي جوه القرد اللي مجنني ده. بتتكلم عليه من اول حاجه. عايز اخلص منه، عايز اديله حاجه تلهيه. فهنا يا هروح للمكان الحلو، يعني اروح للمكان الحلو قوي اللي انا بحبه، ولا افقد الفيو الجميل اللي ورانا ده افتكره، يا اروح للحته ان اخد النفس واطلع، اخد النفس واطلع. احنا عايزين نستاذنك في حاجه، لان واضح ان الملف ده متشعب ومليان تفاصيل، واحنا للاسف وقتنا يعني خلاص بيوشك على الانتهاء للفقره دي. يا دوب نلحق نشكرك على وجودك معانا، وتوعدينا بقى ان شاء الله تنورينا مره ثانيه نكمل فيها يعني كلامنا على الموضوع ده. وهنا لحد ما نتقابل نفس كل يوم 5 دقائق بليز، وهنا احط ايدي على بطني. لا لا، دي حاجات فعلا لازم تتطبق وسهله في نفس الوقت، مش ايدك. المره الجايه ان شاء الله لما تيجي لنا ممكن نتكلم برده في جزء عن التنويم المغناطيسي، لان ده ملف برده يعني ناس كتير كانت بتتساءل هو ممكن ده يساعد فعلا على فكره التخفيف من التوتر وغيره، ايه هي اضراره برده في ناس بتقلق. فده ممكن يبقى موضوعنا الفقره ان شاء الله. ودي بتساعدنا التنويم المغناطيسي ان احنا نغير عادات فينا قديمه جدا. ممكن احنا هنا بقى لما تقعدي تفكري مع نفسك. خلاص استنونا الفقره الجايه، فاصل سريع جدا هنرجع نكمل مع حضراتكم.